تمكن عناصر وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسطيف من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة السيارات بالعنف، متكونة من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 سنة، بينهم فتاتين، وهذا بناء على شكوى تقدم بها أحد المواطنين ضد مجهولين من أجل سرقة سيارته نوع رونو كليو، حيث قامت الفتاتين باستدراج المعني إلى مكان مظلم وهاجمه شخصين على متن دراجة نارية وسلباه السيارة سالفة الذكر واعتدى عليه ولذا بالفرار. على الفور تم وضع خطة محكمة وتنشيط عنصر الاستعلام والمراقبة، حيث تمكن أفراد الفرقة المختصة إقليميا من توقيف المشتبه فيهم واسترجاع السيارة المسروقة في ظرف قياسي لا يتعدى 24 ساعة. سيحال ملف القضية أمام الجهات القضائية.